احد يجي من طرفي له بسبوسه مجانيه. وهلا والله اليوم انا في مطعم ام اسماعيل من المطاعم المصريه اللي كثير مدحت لي. اول حاجه طلبتها السلطه، وكمان طلبت مقبلات ام اسماعيل، وهذه المشاوي المشكل اللي يجي معاها رز حتى لو مو جوعان جوع، وهذه الموزه مع الرز. تخيلون قد ايش احب الكوسه المحشيه، جاء وقت المشاوي. طرية، نكهة الرز مرة لذيذة. المشاوي بتفوز. الموزة طرية مرة طرية رهيبة. في لذيذة وقت البسبوسة. أم إسماعيل من المطاعم المصرية القوية.